أما هذا السؤال عن دعاء اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا، هذا هو حديث عبادة بن الصامت كما عند الطبراني في الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان، ولكن هذا الحديث حكم عليه الذهبي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء بأنه غريب. قال: ورواه أبو زرع الرازي عن خلف بن الوليد وتفرد به خلف، إذن هو ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي واسمه عيسى ابن مهان. قال ابن المديني كان يخلط، وقال يحيى كان يخطئ، وقال أحمد ليس بالقوي في الحديث، وقال أبو زرع يهم كثيرا، وقال ابن حبان إنه ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلا يكون حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء كما عند الطبراني في الدعاء، جاء عن مكحول أنه كان يقول ذلك. فعلى المسلم أن يقتصر على ما جاءت به الأدعية الشرعية المحددة في زمنه، فإنه أسلم لدينه.